السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش دعموني بلايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. فضلا منكم البنات ليس امر وشكرا. عندنا البنات طاجين ديال القنيه فوق البوطه ان شاء الله، وهو البنات طيب غير بالبصله والزبيب، يعني بطريقه معسله. نتمنى من الله يعجبكم البنات وتجربوه. بسم الله على بركه الله. عندنا بنات واحد القنيه واحده، وعندنا اربعه ديال البصلات، نتوما ديروا الكاس اللي بغيتو، حتى في القنيه حتى في البصله. وعندنا زيت مائده، وعندنا زيت البلديه، وعندنا هنا عسيله البنات غنحتاجوها حتى الاخير، وعندنا مليحه، عندنا سكين جبير معلقه صغيره، عندنا واحد شويه ديال الزعفران شعره يعني القليل البنات غير شويه هو، وعندي هنا معلقه معامره شخرقو، عندي هنا معلقه عامره صغيره ديال القزبر حبوبه البنات، حيت ما غنديروش الربيع الاخضر، غنديرو غير اليابس لانه هاد الماكله كتجينا شويه حلوه. عندنا هنا القرفه البنات، القرفه عندنا عويدات، وعندنا مطحونه، وعندنا الابزار معلقه معامره صغيره، وعندنا هنا التوابل ديال الدواجين البنات، هذا توابل ديال الدجاج غير من نص معلقه، منا غير نص معلقه. وهنا البنات عندنا خمسه الحبات ديال القرنفل، وثلاثه ديال الطروفه ديال الباديان، لانه كي قلت لكم هذه الوجبه غتجينا حلوه ومالحه في نفس الوقت، وطريقه جميله ولذيذه البنات. نتمنى من الله تجربوها سواء في الدجاج البلدي، سواء في الدجاج الرومي، سواء في القنيه حتى هي. دابا نبداو على بركه الله. ودابا البنات غادي نقطعو، نديرو الزيتيه الاولى، زيت مائده، عاود زيت بلديه، القياس اللي بغيتو تفليده مع البنات، لانه كتعرفو القنيه راها مانية دمش. ودابا غادي ننزلو قطعة البصلة ديالنا في اللول، غتقطعوهم شوية كبارين هادو اللي غيجيو لتحت، ونكتفي بدوك جوج بصلات هما اللي غنقطع من الفوق. دابا البنات نهزو لي مورسو ديالنا ديال القنية بهاد الطريقة هادي، البصلة كتنزل. جا حساب قياس جا هو هذاك. دابا البنات نبداو نديرو التوابل ديالنا، نبداو بالملح ملي نديرو الفوق، نحاولو خصوصا الملح نديرو قياس هنا شويه هنا شويه وهنا شويه. دابا غنهزو نص ديال التوابل البنات، نسيت البنات ما حضرتش معكم الثوم، انا غادي ندير الثوم بودره البنات على هذا الشكل هذا. يس، وغنديروا الخرقوم حتى هو النص ديالو، وهاد راس الحانوت هادي البنات ديال الدجاج غنديروها كامله في الاول. سكين جبير حتى هو غنديروه كامل في الاول، باش ما يجيناش مرمل الفوق، اللي غنخليو حنا غير الخرقوم والقرفه وشويه الابزار والقزبر حبوب. دابا الابزار حتى هو في الاول، نخليو فيه غير شويه في الاخر،
هاد الباديان حتى هو والقرنفلات في الاول تحت الزعفران شعره البنات انا كنديرو صحيح ما كنسخنو ما والو في الاول العويدات القرفه حتى هما والقليل من القرفه حتى هو في الاول هاد اربعه الحاجات نخليهم حتى الاخر دابا البنات من بعد ما درنا الطاجين ديالنا يطيب نخليو هادو حتى الاخير البنات هما هاد العسيله والمهم نسيتو البنات ولينا نوجدو دابا الزبيب ايوا هاد الوجبه هادي راه عندنا فيها الزبيب نقطعو البصله ديالنا البنات درنا الطاجين ديالنا يطيب غنقطعو البصيله ديالنا شرائح ما كبر ما صغار بالطريقه هذه نحيدو هاد القلب ديال البصله ودابا نقطعو البصيله ديالنا شرائح هكا ما كبيره ما صغيره متوسطه حتى تشوفوا القياس ملي غادي طيب راه كتعرفوا البصله راه كتذوب لانه كلها ما سالينا البصيله ديالنا نحتفظوا بها على جنب نمشيو البنات دابا نوجدوا الزبيب نقيوه ونغسلوه ونرجع ان شاء الله هنا البنات من بعد ما طيبنا القنيه ديالنا نص طيبه هانتوما كتشوفوا دابا هنا البنات غادي نرمي ليها البصيله اللي عندنا والزبيب والبريقيقات اللي زدنا بسم الله نغطيو هذيك القنية ديالنا بالبصيلة نستفوها هكذا لأنو راه غادا تنزل البنات راه مغتبقاش كيف ما هي ومن بعد غادي نضيفو دوك المكونات اللي خلينا القليل منها التوابل هذا القزبر حبوبه البنات كي قلت لكم راني ما درتش القزبر خضر انا كنديرو يابس في هذه الوجبه هذه كنديرو يابس مطحون والقرفه كنسوس لانه مع البخار كيلصق لينا في الزليفات ومن بعد غنستفو هاد البريقات هنايا هاد المشيميشات غنديرو تا الزبيبة البنات والعسل غنخليو تا الاخر العسل البنات غنخليو تا الاخر باش ما يتحرقش لينا راه كتعرفوا البصله معسله وهادشي اللي دفنا تا هو راه معسل
صافي البنات هنا دابا تبقى لينا غير العسيله يطيب لينا ان شاء الله يقرب يطيب وعاد نديروا ليه العسيله باش نعسلوه وتكون عسيله مزيانه. من بعد ما الطويجين ديالنا طاب غنديروا ليه عسيله. قلت لكم هذه الوجبه راه عندنا معسله غير شويه العسل البنات، هذه كتهبط عندي بشويه شتوها كتهبط غير خويط بحال هكذا ونسدو عليه ونخليه واحد 5 دقائق ونطفيو عليه ان شاء الله، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. جا الطاجين ديالنا البنات هانتوما كتشوفوا تبارك الله ان شاء الله جا غزال ومع السلامه البنات. نتمنى من الله يعجبكم وتجربوه وبالصحه والراحه.